جاء عند ابن عدي في الكامل: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قالوا: يا رسول الله، إن البرد قد أتى. فقال: من اغتسل فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج عليه. ولذلك هذا الحديث حديث لا يصح، ولذلك استدلت الحنفية بنسخ وجوب الغسل يوم الجمعة، مع أن المسألة فيها خلاف. والصحيح أن الأدلة تدل على أن الاغتسال ليوم الجمعة أنه مستحب، والمسألة مسألة خلافية معروفة.